هنا في هذا المكان راح تقدم أهم فكرة بحياتك، وطبعا لازم تكون جاهز وتبدأ التحضير من هذه اللحظة. أول شيء فضي جدولك، معليش شباب، وانتم بعد تعوضها يوم ثاني. خلينا نشوف. الحين ابتدى الجد، ركز في أدق التفاصيل كده الشغل، بس لسه في أحسن. خليني نعيد من جديد مرة ثانية وثالثة. الضغط راح يسحب طاقتك، بس انت راح تجد حيلك عشان تحقق اللي تبي. هذه فرصة عمرك، لازم تكون جاهز قدام الكل وتقدم فكرتك بكل ثقة. شوف، الكل حبها حتى هو. لما تكون مسيطر على عالمك يا صاحبي، ما في شيء راح يوقفك. باور هورس، ما يوقفك شيء.